بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له عن فضله طرفة عين أبدا، فهو سبحانه الموصوف بصفات الكمال، المنعوت بنعوت الجلال، المنزه عن العيوب والنقائص والمثال، فهو كما وصف نفسه في كتابه وفوق ما يصفه به خلقه حي لا يموت، قيوم لا ينام، عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، بصير يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، سميع يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، له الخلق والأمر وله الملك والحمد وله الثناء والمجد، أول ليس قبله شيء، آخر ليس بعده شيء، ظاهر ليس فوقه شيء، باطن ليس دونه شيء، لم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ولا ترك الإنسان سدى عطلا، بل خلق الخلق لقيام توحيده وعبادته، أسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة، دعاهم إلى محبته من جميع الأبواب، ومد بينه وبينهم من عهده أقوى الأسباب، صرف لهم الآيات ونوع لهم الدلالات، أفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه فوق عرشه أن رحمته غلبت غضبه. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة حتى استبانت الشريعة واتضحت الملة والديانة، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. ثم أما بعد، هذه ليلة الليلاء، يعني في هذه المدينة المباركة مدينة بدر، ومع شيخنا المفضل الشيخ ياسر برهامي حفظه الله تعالى، فليتفضل مشكورا مأجورا مسددا جزاه الله خيرا. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، تمر الأمة اليوم في هذه الأوقات بمرحلة عصيبة بلا شك، تحتاج منا أولا إلى علم وبصيرة حتى تكون قلوبنا بيضاء كالزجاج الذي ضرب الله عز وجل به قلب مثل قلب المؤمن في قوله عز وجل: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. فالزجاج قلب المؤمن لأنه شفاف، يدخل إليه النور ويخرج منه النور، وصلب لأنه قوي في الحق. نحتاج إلى علم وبصيرة حتى نبصر طريقنا في وسط ظلمات، وهذه البصيرة هبة من الله عز وجل، والفرقان يجعله الله لأهل الإيمان بالتقوى. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. فليس لنا والله إلا الله، نستغفره نستهديه نستعينه، نطلب منه سبحانه وتعالى سؤلنا كله. ثانيا، يحتاج الأمر إلى ثبات. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلابد من الثبات في مواجهة فئات، لسنا نواجه فئة واحدة،
بل فئات عديدة في نفس الوقت من الكفار والمنافقين، كلهم مجتمعون على شيء واحد وهو محاولة زحزحة هذه الأمة عن دينها اسما ورسما وحقيقة وحكما. فنحتاج إلى الثبات، ولا يمكن هذا إلا مع البصيرة والعلم، لأن الذي ليس عنده يقين بآيات الله عز وجل بما تدل عليه الآيات بالمواقف التي تنبع من الدليل من الآية والحديث، وليس موقفا مبنيا على ما تطلبه الجماهير وما يوافق عليه من القوم وما يرضي الناس، فإن من أرضى الناس ظل يتقلب في أقواله وأفعاله حسب أهوائهم. لذلك قلنا الثبات يحتاج إلى بصيرة، وإن كان لابد من العزم الصادق حتى يكون الإنسان ثابتا في قوة على الحق الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. قد يعلم الإنسان الحق ولكنه لا يثبت عليه، والله عز وجل يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ووالله تثبيتنا على لا إله إلا الله إنما هو من الله، هو عز وجل على كل شيء قدير. وما كان لنا أن نعود في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا. انظر إلى كلمة شعيب عليه السلام لقومه، على الله توكلنا، إنما يثبت بتثبيت الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى التثبيت، حتى قال الله: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ونعوذ بعزته عز وجل أن يضلنا. لا إله إلا هو حي لا يموت، والجن والإنس يموتون. نحتاج إلى إخلاص، لا نحسب مواقف الدنيا، وإنما نعمل ليوم لقاء الله عز وجل، ليوم الموقف بين يديه ليسألنا: لماذا قلتم كذا، ولماذا عملتم كذا، ولماذا اتخذتم الموقف الفلاني. يسألنا، ونسأل الله العافية، ونسأل الله عز وجل أن يحاسبنا حسابا يسيرا، ويؤتينا كتبنا بأيماننا. نحتاج إلى صدق، جدية، قوة. الصدق في السير والثبات على طريق الحق، لأن كثيرا من الناس قد يكون مريدا للحق لكنه يطلبه بضعف. وقد قال الله عز وجل لعباده المؤمنين: خذوا ما آتيناكم بقوة. فنحن مأمورون بأن نسير في طريق العلم والعمل الصالح والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونصرة الدين، وبذل الجهد بكل ممكن ومستطاع لإعلاء كلمة الله بقوة. نسأل الله أن يقوينا على الحق. نحتاج إلى حسن معاملة الخلق، فكما عزلت الخلق فيما بينك وبين الله حتى تحقق الإخلاص، فاعزل نفسك فيما بينك وبين الناس، لا تنتصر لها، لا تعمل من أجلها، لا تنتقم لها، اعزل نفسك من البين، وخالق الناس بخلق حسن، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فلا بد من أن
نتجاوز حدود أنفسنا، الوقت لا يحتمل، الظروف لا تحتمل أن يكون كل واحد منا متمحورا حول ذاته يعمل لها ويرفع من شأنها. إذا كنت تريد أن ترفع فبطاعة الله ترفع، وبكتاب الله سبحانه وتعالى تعلو، وإنما نغلب بآيات الله عز وجل، لا نغلب بقوتنا ولا ننتصر إلا بإيماننا. ولا بد أن يشد بعضنا عضد بعض، إن لم نفعل تفرقنا وتمزقنا. وأطيعوا الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس والله بما يعملون محيط. لابد أن نفتش عن أمراض القلوب لأنها سبب الهزيمة. وتأمل في لزوم الوحدة وشد العضد في قول موسى في دعائه: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. يعلم أن هناك عبء كبير يحتاج إلى من يؤازره يكون معه، وذلك لا يحصل إلا بحسن الخلق. وقال الله عز وجل: قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. فاللهم شد عضدنا بإخواننا واجعل لنا سلطانا فلا يصلون إلينا، واجعلنا بآياتك ومن اتبعنا الغالبين، جعلنا ممن اتبع الحق والتزمه. أراجع معكم بعض الثوابت، هي من أهم الثوابت في طريقنا في وسط متناقضات كثيرة. وربما ظن البعض أننا قد نغير ثوابتنا، وهي فرصة لتأكيد أن الثوابت الحقيقية المبنية على الدليل من الكتاب والسنة لا تقبل التغيير. نريد أن نبين جملة من قضايا التوحيد ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في أهم أبواب كتاب التوحيد الذي هو أهم مؤلفات الشيخ رحمه الله، الذي يمثل خلاصة دعوة التجديد التي قادها منذ أكثر منذ ثلاثة قرون من الزمان. فهذا باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، تضمن أربع أدلة من القرآن، أربع آيات تتضمن أربع قضايا كبرى لا بد أن تكون ماثلة أمامنا تمثل فهمنا لشهادة أن لا إله إلا الله مع غيرها من القضايا. ولكن نقصد بذلك أنها حينما نقول هذه الكلمة لا بد أن نعرف أنها تنفي أنواعا من الشرك وتحاربها، وتبني في مقابلها من عقيدة الإيمان والتوحيد ما تقوم به أمتنا. التجديد مبني على فهم هذه القضايا. أول قضية تضمنتها أول آية قول الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. لا تظن أن هذه القضية وإن توارت في كلمات الناس اليوم حتى الدعاء أنها
لا يحتاج إليها الآن، قضية الغلو في الصالحين. أول شرك وقع على ظهر الأرض حين عبد قوم نوح ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، ولا يزال موجودا، بل صارت له الآن دولة تحميه وتدافع عنه وتسعى إلى نشره في الأرض، وهي دولة الشيعة الرافضة التي تريد أن تأكل دولا بجوارها. إيران تسعى إلى نشر فكرها، ومصر من أهم المحطات التي يريدونها، ولا وسيلة إلا لمقاومة هذا المد إلا بفهم هذه القضايا الكبرى، ليس فقط في قضية العلاقة بين الصحابة وآل البيت التي نجزم بأنها كانت علاقة حب وود ومحبة صادقة وتعاون على البر والتقوى، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أكد على لزوم اتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، كما أكد أنه ترك ثقلين، كتاب الله وعترته صلى الله عليه وسلم، ولم يتفرقا حتى يلتقيا على الحوض. لذا كان لزاما أن سنة الخلفاء الراشدين وعترة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته هم على الحق معا، ليسوا متخاصمين ولا متعارضين. نقول ليس فقط في هذه القضية، بل في قضية الغلو في الصالحين، وهي أخطر، أخطر لأنها تمس قضية التوحيد في أصلها. تسمع ما قاله الخميني في أئمتهم وعرضه على كتاب الله، يقول: نحن نعتقد معشر الإمامية أن لأئمتنا سلطانا على كل ذرة من ذرات الوجود. اعرض هذا على قول الله عز وجل: وإن يمسسك الله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. اعرضه على قول الله عز وجل لخير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وقد دعا على أقوام بأعيانهم، سماهم ولعنهم في صلاته يقنط عليهم لأنهم قتلوا أصحابه، وكذلك استبعد هداية من شجوه وكسروا رباعيته، فأنزل الله عز وجل عليه: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتاب الله عليهم وهداهم للإسلام. يقول الله لنبيه: ليس لك من الأمر شيء، وهو يقول لأئمتنا سلطانا على كل ذرة من ذرات الوجود. ثم اعرض هذا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة أحب بناته إليه: سيدة نساء المؤمنين، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. عقيدة التوحيد ناصعة جلية. وانت جاي تكلمنا عن الشيعة؟ يحتمل لهم الشيعة دلوقتي. الشيعة خطر كبير، لهم باب مباشر وباب خلفي. باب مباشر محاولة إيجاد كيانات لهم في بلادنا، وأنتم ترون البحرين والسعودية ودول الخليج بأسرها ترتجف توشك أن تتساقط. العراق أكله الرافضة حين. ونحن في هذه الليلة وإن كانت باردة، إلى أن دفء المعاني ودفء الأخوة بإذن الله تعالى تكون عوضا. وإخوانكم في محافظة قنا ظلوا للساعة الواحدة ينتظرون الشيخ بعدما انتهى من لقائه في محافظة المنيا، وقطع 500 كيلو وانتظروه حتى الساعة 12 وبدأت المحاضرة. ونحن هنا في بلادنا ومحلنا
ونؤجر ويذكرنا ربنا سبحانه وتعالى. ومما يزيد يعني من دفء هذا اللقاء يعني بعض الكلمات الحارة، وهي طريقة الدكتور حازم شومان حفظ الله تعالى وبارك فيه، فنفسح له المجال ليتحفنا بما عنده وبما يفتح الله عز وجل عليه به، وبعد ذلك جملة يسيرة من الأسئلة يجيب عنها شيخنا المفضل. فليتفضل دكتور حازم مشكورا مأجورا مسددا إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، نحن بك وإليك، تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. أما بعد إخواني في الله، فبعد طبعا تحية يعني شيخنا الفاضل فضيلة الدكتور ياسر برهامي طبعا اللي يعني أشرف إن مشايخنا يعني بيحطوا تلاميذهم جنبهم، اللهم لك الحمد. يعني أنا بصراحة يا جماعة كنت بحسب إن أهل بدر ناس كرمة عصير ومية. إخواني فين أنتوا؟ فين يا إخواني؟ بصوا يا إخواني يعني لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى، الموضوع مش هيعدي كده. يعني بدام ما جبتوا لناش غير عصير ومية، يبقى إن شاء الله نعوضها مع إخواننا في ليبيا بقى إن شاء الله. إحنا عارفين إن بفضل الله في قافلة بفضل ومنة الله طالعة من عند الأبطال الأشاوس اللي قدامنا دهم كده إن شاء الله. يعني عارفين إن أنتوا مش ناسين إخوانكم في ليبيا. فقبل ما أبدأ أتكلم تعويضا عن العصير اللي كب، واضح ان ما كانش فيه نية كده، يعني حتى العصير ده ما كانش فيه نية كده. فاحنا يا اخواني قبل ما نبدأ ان شاء الله، سواء وسط الاخوة او وسط الاخوات، تضامنا مع اخواننا اللي بيقصفوا بالطائرات، تضامنا مع اخواننا الذين لم يرتكبوا جريمة يقصفوا من اجلها الا رفع راية الاسلام، شرق ليبيا اللي بيضرب بالطائرات جريمته الوحيدة اللي مخليها العالم ساكت سكوت مخزي على ضربه بالطائرات، هو ان هم اعلنوا تطبيق الشريعة واعلنوا قيام دولة اسلامية. عشان كده يا جماعة قبل ما ابدأ ان شاء الله، اخواننا يلموا وسط الاخوة وسط الاخوات تبرعات لليبيا. خلاص عوضوا بقى، كل واحد طلع 8 بطة ولا حاجة، تبرع ولو بألف جنيه يا سيدي. مش يعني لو حد اداكوا 1000 جنيه اخواننا ما تقولوش لا. الاخوة اللي معهم كيس زرقاء بس، الاخوة اللي جايين معاه معهمش كيس ازرق. يجي الطرف الاخوات تبرعي ولو بغويشة. احنا مش يعني ايه، احنا مش طالبين حاجات عالية ولا حاجة اخواني. ما بدك فعلتك بلاش احراج يا حبيبي. الحمد لله. يلا يا اخواني تبرعوا يا اخواني، كل واحد يطلع لله. ده مسندة لاخوانك المسلمين في دولة تانية، ده ديننا يا اخواني، ده ديننا. يعني انت الوقت بتثبت ان احنا امة واحدة فعلا عمليا يا اخي. ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة، خصاصة لغة يعني الاحتياجات الخاصة اللي انت ما تقدرش تستغنى عنها في حياتك. يعني فلوس دكتور هتودي ابنك ليه وهو عيان، يعني فلوس عشاء لولادك، يعني فلوس خزين البيت. الخصاصة اللي هي يعني معاك 10 جنيه هتجيب بيها اكل او قوت عيالك لمدة يومين، اهي دي الخصاصة يا اخوان. ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك حرف اشارة للبعيد، يعني هؤلاء المرتفعين عند الله، هؤلاء المرتفعين في درجات الجنة، فاولئك هم المفلحون. هم دول اللي ربنا بيقبل منهم، هم دول اللي بيفلحوا. فإخواني كل واحد يبقى شح نفسه كده، ونتبرع لإخواننا في ليبيا، نبقى سندناهم، نبقى عملنا حاجة معاهم. يعني انتوا اسمكوا حتى اسم بدر عايزين نبقى كده يعني أبطال كده على هدي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أنا لي 10% ولا إيه؟ يعني بس جاوبني عشان أكمل. 10% تفتحوا بس. ربنا يبارك في حضرتك. إيش معنى يعني؟ مش هنقول لا يا إخواني، يعني احنا هنشوف ال... فددكم الله يا إخواني، حفظكم الله، ثبتكم الله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني دي ثالث مرة بفضل ومنة الله يطلع من هذه البلد بفضل ومنة الله، يعني تقفل لإخوانهم في ليبيا. ربنا يسددكم يا إخواني والله، سددكم الله وثبتكم الله وحفظكم الله واستعملكم الله لنصر الدين. احنا الوقت بنبعت فلوس، شوية بقى إن شاء الله والرجالة تطلع بقى، شوية والدماء تطلع بقى، شوية والجهاد هيطلب. انت الوقت بتطلع من المال، شوية وهيطلب النفس. من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. انت لازم تقعد تحلم كده احلام اليقظة بتاعتك، واحنا بنجاهد اعداء الله في قول الله فوسطنا به جمعا. وسطنا من احد الاقوال في التفسير، يعني فضل البطل المجاهد اللي بيوصف في اول الصورة يخترق، يخترق بفرسه جنود الاعداء لحد ما بقى وسط جنود الاعداء من شدة رغبته في عين الشهادة ومن شدة رغبته في نصر دينه. عايزين اخوة ابطال، هبدأ اتكلم بقى باذن الله، يعني بعد اذن اخوانا اللي بيجمعوا الفلوس يستمروا جمع الفلوس ما يتوقفوش ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. ونبتدي اخواني، فضلت الدكتور ياسر كلمنا عن المادة الثانية من الدستور، وهو يعني جزاهم الله خيرا مشيخنا في اسكندرية منذ يعني بداية المعركة، ويمكن لسه معظمنا ما ادركش ان معركة الشريعة بدأت وهم بيعلنوا مسألة المادة الثانية في الدستور. ولكن يا اخواني اكبر ضمان لتطبيق المادة الثانية في الدستور، اكبر ضمان مش ان هم يحطوها في الدستور وسط 211 مادة بس، اكبر ضمان ان انتوا اللي تفعلوا المادة الثانية في الدستور. انا عايز اسألكوا سؤال، لو كل نساء مصر لبسوا الحجاب، لو كل بنات مصر، بنات نوادي والقاهرة واسكندرية والنساء كلهم لبسوا الحجاب، وجي اوباما حاكم امريكا يحكمنا، مراته هتلبس ايه؟ مش هتلبس حاجة غير الحجاب. لو كل الرجالة بتنزل تصلي الفجر في الجامع، وجي مين يحكمنا هيقدر ما يصليش الفجر في الجامع؟ يبقى اذا يا اخواني مسألة تفعيل المادة الثانية في الدستور عندنا احنا مسألة ان احنا اللي نفعل الشارع في حياتنا. ساعتنا ما فيش اي حكومة هتملك انها تقف وسط هذا الشعب الصالح. السنين اللي فاتت اتحط البنوك الاسلامية جنب البنوك الربوية، معظم الشعب اختار الربوية. السنين اللي فاتت محكمة الاسرة كانت مطبقة احكام الشريعة في المواريث 100%، ومع ذلك في القرى استشرى اكل اموال اليتامى بالباطل واكل الورث بالباطل وتأكلون التراث اكلا لما. يا جماعة الشباب اللي نزلوا المظاهرات ما بينزلوش يصلوا الفجر في الجامع ليه؟ يا اخواني اللي خرج المظاهرات غير على حرمات مصر، غير على اموال واراضي مصر، ما هوش غير على حرمة مراته وبنته ليه؟ ما هوش غير عليهم هم لابسين متبرجات ليه؟ يا اخواني الشعب المصري قدم الايام اللي فاتت 385 واحد اتقتلوا و1200 واحد اتعموا، وناس جالها في شلل الرباعي بسبب ان رصاص جالها في العمود الفقري، ومئات الالوف نزلوا شايلين كفانهم على ايديهم، و18 يوم في التحرير محدش عارف يروح. كل ده ليه؟ عشان الناس تاكل كويس وتشرب كويس وتسكن كويس. يعني لما ربنا يقول وما متاع الحياة الدنيا في الاخرة، وما الحياة الدنيا في الاخرة الا متاع، اذا كان عشان المتاع عشان القليل عملنا كده، امال عشان الاخرة نعمل ايه؟ عشان الجنة نعمل ايه؟ عشان ربنا العظيم سبحانه وتعالى نعمل ايه؟ يا جماعة احنا معانا جوهرة غالية قوي، واعدائنا معاهم شوية ازاز متلمع، واقنعوا الناس بالازاز الفلسو، واحنا مش عارفين نقنع الناس بالجوهرة الغالية اللي معانا. احنا معانا شريعة ربنا، اعظم رحمة ربنا نزلها علينا في الارض، معانا شريعة الله ومش قادرين نقنع الناس بيها. ليه؟ اقول لكم ليه. انما شريعة ربنا لما محمد يونس في ماليزيا يعمل بنك الفقراء ادوله نوبل،
نوبل للسلام عشان مشروع بنك الفقراء. هو المشروع مش اسمه حقيقة بنك الفقراء، المشروع ده فكرة بيت مال المسلمين، بس هو طبقه في ماليزيا من شدة النجاح. الغرب انبهر بهذا المشروع، ادوله نوبل للسلام وهم مش عارفين ان ده جزء صغير من اجزاء الشريعة الاسلامية. لو زكاة الزروع بس، من زكاة الاموال ولا زكاة عروض التجارة، لو زكاة الزروع بس اتطبقت وزارة التموين هتتلغى، لان كل بيوت مصر هيبقى جواها التموين بتاعها طول السنة لو بس زكاة الزروع فيما يقتط ويدخر طلع. بس يا اخواني في اللي احنا معنا شريعة عظيمة. تركيا لما طبقت 10% من الناس السنين اللي فاتت بقت رقم 15 اقتصاديا على مستوى العالم. بلاش تركيا وبلاش الوقتي. عمر بن عبد العزيز لما جاء يجدد الشريعة في الامة في سنتين الخزانة فاضت، لحد ما قالوا له الاموال فائضة، قال لهم زوجوا كل ما كل ايم، كل واحد مش متجوز جوزوه، كل شاب مش متجوز جوزوه، زوجنا كل الناس مفيش. قال لهم اعطوا لكل من ليس له دبة دبة، عربية لكل مواطن، لسه الخزائن مليانة. قال لهم انصروا الحبوب على رؤوس الجبال حتى لا يقال ان الطيور جاعت في بلاد المسلمين. الاموال فاضت سنتين بس. الشريعة الاسلامية كل المشاكل بتتحل لما بسمع يقولوا تعملوا ايه في مشكلة كذا ومشكلة كذا، الواحد بيبدأ يرد بس من جواه بيضحك. عارفين ليه؟ لان عارف ان مجرد تطبيق الشريعة هيخلي المشاكل دي تنتهي لوحدها اصلا لوحدها. زي ما النبي عليه الصلاة والسلام جاله عدي بن حاتم وقال له ان لما هو واقف مع النبي عليه الصلاة والسلام فجي واحد يشتكي للنبي قطع الطرق وواحد تاني يشتكي، كل الشكاوى دي انتهت بمجرد تطبيق الشريعة. كل الشكاوى دي انتهت بمجرد اقامة شرع. لا معانا جوهرة بس مش عارفين نسوقها، مش عارفين نقنع الناس بيها، مش عارفين نوصل للعلمانيين والليبراليين بيقنعوا الناس بشوية ازاز فلس ومتلمع وناجحين في كده، واحنا يا جماعة اللي معانا الجوهرة الحقيقة مش قادرين. اخواني في الله، بدون تطبيق حاجتين التمكين جايش، بس انسوا النبي على ايديكم. بدون حاجتين يتعاملوا دين ربنا جاي والنصر قادم، ولكن مش هيبقى على ايدينا لو ما عملناش الحاجتين دول. الحاجة الاولانية ان انتم تتحركوا، ان انتم تقوموا. لو انتم قمتوا الدنيا كلها تتغير. انتوا القوة الضاربة في الطوار الاسلامي يا جماعة بإذن الله وبحول الله وبمدده، ولكن انتوا لسه ما بتتحركوش، انتوا لسه ما قمتوش. يا اخواني في الله، التيار السلفي والطار الاسلامي السنين اللي فاتت خد فترة في التنظير للمنهج، انه يرجع الفهم تاني، ان الناس تفهم ايه السنة تاني. الفترة القادمة هي فترة تفعيل المنهج، فترة النزول في ارض الواقع، فترة الحركة. يا اخواني، ليس بالبطولات الفردية وحدها تنتصر الدعوات. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام كان معاه آسيا، واحدة من أربع نساء في تاريخ البشرية كامله. كان معاه مشيطة بنت فرعون اللي النبي عليه الصلاة والسلام بعد قديم موتها وهو في الشام يجد ريحها هي وأولادها وهي مدفونة في مصر. كان معاه مؤمن آل فرعون اللي ربنا نزل سورة باسمه سورة المؤمن، سورة غافر. كان معاه الصحراء اللي ربنا خلت ذكرهم في سورة القرآن، ومع ذلك سيدنا موسى مات وما دخلش فلسطين. سيدنا موسى مات ولم يدخل فلسطين. ليه؟ لان الصف اللي وراه قال انها هنا قاعدون. يوشع بن نون ما كانش زي سيدنا موسى، ما كانش من اولي العزم من الرسل، ومع ذلك هو اللي دخل فلسطين. ليه؟ لان الصف اللي وراه كان صف دخل وراه فلسطين. يا جماعة، القضية مش بطولات فردية، القضية الصف كله شغال ولا لا. القضية مش ان اجي او حد يجي او مشايخنا يجوا ويكلموكم والشحنة اللي جواكم تفضى وبعد كده كل واحد يروح بيته. يا جماعة، انتوا الامل الحقيقي اللي لو اتحركت الدنيا هتتغير. التيار الاسلامي مليان طاقات تغير وجه الارض لو اتفعلت. لازم نشتغل، لو ما اشتغلناش يا جماعة هتبقى مصيبة. لازم نشتغل. مصر الوقت في خطر رهيب، من الشرق سياسيا، من الشرق اسرائيل اتمنع عنها الغاز،
وبيشتموا الوقت في الحكومة المصرية ومن الغرب حلف الناتو وامريكا بيستعدوا لتوجيه قافلة عسكرية ليبيا، ومن الجنوب جنوب السودان الدبح وعايزين يبقى فاتيكان افريقيا، ومنابع النيل 15 مليون متر مكعب نقصوا من حصة مصر. سياسيا مصر في خطر، اقتصاديا البورصة بتنهار، اجتماعيا المظاهرات الفئوية، كل مصر دولة مؤسسات، لما مؤسسة بيحصل فيها مظاهرات او بتقف جزء من الاقتصاد بيقع او بيتعطل. على المستوى الطائفي النصارى بدون ادنى انتماء بدون ادنى انتماء بيولعوا البلد دلوقتي بعد ما وقفوا في قمة السلبية، في قمة السلبية ايام المظاهرات، جايين الوقت يقفوا في موقف غريب غريب، وعارفين ان الوقت ما هوش وقت ان حد يرد عليهم، لان الوقت ممكن امريكا او الناتو ياخدوهم حجة ويدخلوا المصر. المخزون بتاع القمح قدامه 6 شهور، الجيش ممكن يزهق ممكن يعمل اي حاجة. انا عايز اقول لكم ان الوضع خطر، الوضع الوقت خطر. اخلاق الناس الانانية اللي قاعدين يبنوا الطرق الزراعية واللي قاعدين كل همهم احنا هناخد ايه هنجني ايه، يا اخواني الوضع الوقت خطر. الست شهور الجايين دول اخطر 6 شهور في تاريخ مصر الحديث كله. الست شهور دول لازم يبقى عندنا خط سير فيهم، لازم نبقى عارفين هنعمل ايه فيهم. لو ما اشتغلناش عارفين الراجل اللي قال لابنه لازم تجيب لي 5 جنيه كل يوم، لما ابنه كبر قال له انت كبرت ما عدتش هاكلك ولا شربك ولا سكنك معايا الا لما كل يوم تجيب لي 5 جنيه. الولد امه خدته على جنب قالت له تعالى يا ضنايا، هو انت حمل البهدله دي؟ انا كل يوم هديها لك. كل يوم الواد يروح لابوه، اشتغلت يا ابني اشتغلت، كسبت يا ابني كسبت، فين ال5 جنيه؟ اه يقوم بقطعها الواد يسيبه ويمشي. في يوم من الايام امه قالت له يا ابني خلاص خلاص فلوسي خلصت، يعني ايه انا هنتصدع لو ما نزلتش اشتغلت قدام ابوك. الواد من قبل الفجر نزل طلعت روحه عم لقى شغل، وطلعت روحه عم اشتغل ب5 جنيه، راجع لابوه اخر اليوم اشتغلت يا ابني اشتغلت كسبت يا ابني كسبت، فين ال5 جنيه؟ اه جاي اقطعها. قال له عندك، ده انت تقطعني وما تقطعهاش، ده انت تعمل فيا، ده انت تفرمني وما تجيش جنبها ليه؟ لان تعبت فيها. كنا قبل كده يا جماعه بنقول مثلا ال5 جنيه ده عشان الناس عموم المسلمين اللي ورثوا كلمه اسلام. الوقت احنا بنقولها علينا، احنا لو ما اشتغلناش يا جماعه هتحصل مصيبه، لو ما قمتوش واشتغلتوا واتحركتم انتوا الامل انكم تقوموا دلوقتي. لازم كل واحد منكم يبقى عنده خط سير دلوقتي، كل واحد منكم جامعه هتبدا بكره، كل طالب هيعمل ايه بكره، كل واحد رايح شغله هيتكلم قد ايه. اديكم تسمعوا كلام اهو، والبيوت مليانه شرايط وسيدهات دينيه. يا اخي اسمع وانزل اتكلم، انزل اتحرك، انزل قول، انزل يا اخواني. نحن لا نصنع الاحداث ولا نشارك فيها، هنفضل لحد امتى رد فعل مش فعل؟ هنفضل لحد امتى؟ العوام هيلغونا كده من حساباتهم لما ننزلها ورا ننزلها. احنا المفروض احنا القواد، بس هنبقى قواد ازاي واحنا لسه لغاية الوقت محتاجين نبقى قدوة؟ لازم لازم ننزل، لازم ننزل. ربنا بيقول فاذا قضيت الصلاة فانتشروا. الانتشار ده زي قوات الانتشار السريع اللي تطوق البلد في ربع ساعة. يعني انتوا سمعتوا خطبة الجمعة من النبي عليه الصلاة والسلام؟ سمعتوا العلم؟ كل واحد ينتشر بقى يروح يبلغ، انت تروح تكشبك، وانت كليتك، وانت جامعتك، وانت منطقتك، وانت بيتك، وانت حتتك، وانت اصحابك، وانت ولادك. ننتشر يا جماعة وننشر دين ربنا سبحانه وتعالى بدون ما القوة الضاربة اللي قاعدة قدامي ده ايه تتحرك، مش هيحصل حاجة بإذن الله سبحانه وتعالى. العلمانيين كسبوا ارض رهيبة في المظاهرات اللي فاتت. العلمانيين عدد العلمانيين في مصر ممكن ما يجوش قد الجامع اللي قدامي ده، ولكن الواحد منهم ده بقناة وده بجريدة وده ببرنامج، ولا دي ببرنامج 3/4 مصر بيتفرج عليه، وده بمنتدى عشرات الالاف بيدخلوا عليه على النت. انما يا جماعة احنا ليه لو واحد منهم مات هتبقى مصيبة على العلمانيين؟ انت لو مت الدين هيخسر ايه؟ لازم يا اخواني كل واحد مننا يعرف انه مسؤول. قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول. ربنا بيكلم مين ده؟ الصحابة اللي لسه راجعين من غزوة بدر في سورة الانفال. لا تخونوا الله والرسول، الجند اللي بيتخلى عن مهمته ده خائن،
وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يعني وأنتم تعلمون اللي يجي يقول لي أعمل إيه يبقى مش عايز يعمل حاجة. كل واحد مننا عارف مطلوب منه إيه، كل واحد مننا عارف يقدر يقدم لدين ربنا إيه. يبقى الحاجة الأولانية اللي لازم تحصل إن أنت تتحرك، إن أنت يبقى ليك دور، إن أنت تغادر دور المستمع إلى فعلا تقدر تتحرك في الدعوة إلى الله في كل مكان. ما نعرفش يا إخواني، ده أنا لو جبت أخ من الإخوة اللي قدامي وعصرته هينزل كلام، هينزل دروس وخطب ومحاضرات وشرايط. ما أنتش عارف تتكلم في المكان اللي أنت فيه، ما أنتش عارف تسيب رسالة. أحد إخواننا عندنا لما التزم وكان لسه في 5 طب أيامها جاب كتاب مواقف إيمانية للدكتور أحمد فريد بتاع الصحابة، كتاب عن الصحابة، بقى كل يوم يحفظ منه 10 صفحات وينزل كل مجموعة يقابلها في الجامعة أو في الشارع يسمع لها 10 صفحات. كان بيسمع لها 10 صفحات كان بيسمعهم يجي 20 مرة طول اليوم، وربنا فتح على إيده. إيه اللي موقفك؟ إيه اللي موقفك إنك تشتغل؟ واقفين ليه؟ النقطة التانية، اللي مش هيحصل تقدم ولا نصر لو ما اتصلحتش، لو ما ائتلفناش، لو العاملين لدين الله لم تأتلف قلوبهم على هدف واحد. يا اخواني لو ما امناش ببعض، لو ما دعمناش بعض، لو ما حبناش بعض، لو اختلفنا يا جماعة كلنا هنغرق، كلنا هنغرق في الفترة اللي احنا فيها دهيك. احنا فترة خطيرة وعايزين نجني مكاسب من غير ما نشتغل شغل حقيقي. عارفين الصومال؟ قرأت تحليل امريكي مترجم عن الصومال. قرأت تحليل مترجم عن الصومال يا اخواني في الله، امريكا مترجماه عن الصومال، تقرير تحليل بيقولك ايه اللي حصل في الصومال. قالك المحاكم الاسلامية قامت في الصومال اكتسحتها من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها، وكل الشعب دان للمحاكم الاسلامية في تطبيق الشريعة. طلع بعد كده مجموعة من الشباب عملت شباب المجاهدين، وبقى شباب المجاهدين مع المحاكم الاسلامية مسيطرة على الصومال تماما. التحليل بيقولك بعد كده حصل ايه، قالك بعد كده فرضوا كل الحاجات اللي عايزين يقولوها في الشريعة الاسلامية فوريا على الناس، ممنوع كذا ممنوع كذا، مفيش موسيقى، مفيش اي تجمعات سياسية ولا اي معارضة ولا اي مخالفة، مفيش اي حاجة، مفيش افلام اجنبية، مفيش. طيب وبعدين كينيا واثيوبيا بقى اللي جنبنا، احنا هنوريكم، احنا هنوديكم في داهية، انتوا بلاد اسلامية اصلا، احنا هنكتسحكم. وبعد كده اوروبا وامريكا بقى احنا هنوريها، احنا هنجيب تنظيم القاعدة هنا وننطلق من هنا على اوروبا وامريكا. النتيجة ايه؟ العالم كله اترعب منهم. في التقرير كاتبين كلمة مؤلمة جدا، بقى لما امريكا واوروبا دعموا اثيوبيا ودخلت 300,000 عسكري اثيوبي في الصومال، قالك ايه اللي حصل، الكارثة اللي حصلت ايه؟ مش ان الجنود الاثيوبيين دخلوا، ان الشعب موقفش مع الحكومة ساعتها، ان الشعب موقفش مع الملتزمين. يا اخواني احنا عايزين الناس هي اللي تنادي بالشريعة. انا مش عايز اقول له اسلامية وهو مش عارف انا بقول ايه، انا مش عايز الناس حتى الان لا تعتبرنا حل، حتى الان يجب ان نعترف. الناس العاديين بيبصلنا ان احنا حاجة كويسة، الله يا عم الشيخ، والناس اللي عايزين تنمية بيبصلنا ان احنا مشكلة، عايزين نوجه الناس في اتجاه تنمية. يا جماعة احنا عايزين الناس تفهم الجوهرة اللي عندنا، عايزين الناس تفهم ان الحل هنا، بس مش احنا اللي نقول الاسلام هو الحل، مش احنا اللي نقول الشريعة هي الحل، مش احنا اللي نقول الالتزام هو الحل، الناس هي اللي تفهم كده. والناس هتفهم ازاي الا لو نزلنا للناس، الا لو اكلنا الطعام ومشينا في الاسواق، الا لو نزلنا وسط الناس ندعوهم. مش كل الدين ميكروفون وكاميرا، عايزين ننزل للدنيا كلها، عايزين ندعو الدنيا كلها. النقطة التانية اللي بدأتها آنفا، لازم تأتلف قلوبنا يا إخواني. يا إخواني الإسلام عامل زي نهر كبير بقاله 1400 سنة بيتدفق، كل عاملين لدين الله قناة بتصب في النهر، قناة لازم كل قناة بتصب في النهر يبقى انتباه للنهر، وعارفة ان دول قناة ودول قناة ودول قناة. لازم نؤمن ببعض، مش نحارب بعض، مش نعادي بعض.
حديث الثلاثة والصخرة، الاولاني فتح على ايده جزء لما دعا ربنا ببر الوالدين، والتاني فتح على ايده جزء لما دعا ربنا بالعفاف، والتالت فتح على ايده جزء لما دعا ربنا بالامانة. كأنها رسالة لينا ان الصخرة بتتفتح على ايد الجميع. لو واحد اللي كان فتحها كان قال انا السبب، انما ربنا بيجعل كل واحد له دور في الفتح. الوحيد اللي كان ممكن يشيلها لوحده محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. الوقت لازم كل واحد مننا يؤمن بأخوه، لازم نتسامح، لازم نتعاقب ولا نختلف، لازم نتعاون على البر والتقوى، لازم تأتلف قلوبنا. ده النبي عليه الصلاة والسلام قال لك وأنا اللبنة حجر الزاوية، حديث حجر الزاوية اللي نفس اللفظ مذكور في الإنجيل من قبل كإعجاز عن النبي عليه الصلاة والسلام. حديث بيقول لك أنا اللبنة، النبي بيقول لك أنا اللبنة. في واحد لما بيسمع قولي لا أن أقيم الدين بيفتكر إن هو المبنى لوحده. لا، العمارة دي في واحد بلط، واحد محر، وواحد نجار، واحد سباك، وواحد رمى الاساس، وواحد حفر الارض، وواحد لازم نؤمن ببعض. انت لما بتهدمني انت بتهدم الدين مش بتهدمني. انا ببني الجدار ده وانت بتبني الجدار ده. انا جيت انت زعلان مني، لو جيت تهد الجدار بتاعي انت بتهد الجدار في بنيان الدين، انت بتهد في دينك مش بتهد في انا. في ناس لا تتخيل انها تقوم غير على انقاض الاخرين. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يحصل ايه؟ يخلو لكم وجه ابيكم. هم مش قادرين يتخيلوا غير انهم هيطلعوا على انقاض اخوهم. في ناس كده معتقدين ان انا مش هرتفع غير على انقاضك. يا ابن انا اخوك، ما نكسب وانت تكسب، ما نوصل وانت توصل. بلاد ظاهرة الكتف القانوني اللي موجودة في العمل الاسلامي دي، يديك كتف كده، لازم يديك كتف. ليه يا ابني؟ ده احنا كلنا عاملين لدين الله. ليه حوار الطرش ما بين حجرات البيت الاسلامي؟ لماذا هذه الظاهرة؟ ليه المثل بتاع الفيل، المجموعة اللي يعني مجموعة العمي اللي دخلوا على فيل، واحد مسك بطنه واحد رجله واحد ديله، قالوا لهم ايه هو الفيل؟ واحد قال ده بالونة منفوخة، واحد قال ده اسطوانة طويلة، واحد قال ده حتة حبل. وهو الفيل كل ده؟ الدين يا جماعة الدين كبير، دين ربنا عظيم، ومحدش يقدر يطبق الدين من اوله لاخره او يقوم بالطريق من اوله لاخره. لازم نؤمن ببعض. سورة الانفال اجندة ما بعد النصر، صورة نازلة لصف انتصر، بتقول لهم ايه؟ احتفلوا، افرحوا، اتبسطوا. من اول اية تكاليف اجندة ما بعد النصر، كل اية بتدي تكليف بعد النصر عشان نعرف ان حصل ثورة هنعمل ايه؟ مش ننام، ده مفروض في شغل اكبر. اول آية في سورة الانفال فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. اول آية، لان دايما ما بعد الفتوحات الناس بتتفرق، وكل واحد بيحب ينسب الثمرة لنفسه، وكل واحد لا، اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. اخواني في الله، مصر في خطر الوقت يا جماعة. مصر بتقود قاطرة التغيير في 46 دولة اسلامية. العالم الاسلامي مستني يمشي ورانا تاني زي احد الزعامات الغربية لما بتقول ليس هناك جديد فيما حدث. ليه؟ المصريون دائما يصنعون التاريخ ايا ما كان معنى الكلمة. انما شوفوا الناس بقى بيبصولنا ازاي الوقت لما مصر بيظهر في انجلترا ولا في حاجة، الناس عايزة تسلم عليه. الناس يا اخواني، ربنا اختارنا، ربنا سبحانه وتعالى اناط بنا مسؤولية قيادة هذه الامة في هذا العصر. لازم نبقى على قد المسؤولية، لازم نبقى على قد المسؤولية. الوقت حرب طاحنة ما بين العلمانيين والطار الاسلامي عشان الشريعة الاسلامية. انت فين من هذه المعركة؟ لا تخون الله. احسن تبقى ملتحي وفاكر ان انت ما هنا ما هناك وانت في دين الله قائم، لانك ما انتش قايم بمهمتك. انت جندي، فين جنديتك لدين الله الوقتي؟ فين دورك في نصر دين الله الوقتي؟ بدون الحاجتين دول صدقوني يا اخواني النصر مش هيجي على ايدينا. بدون ما تنزلوا، بدون ما تتحركوا، بدون ما نتحول الى دعاء ميدانيين جوه الميدان وسط الناس، صدقوني يا جماعه مش هنقدر نتقدم، مش هنقدر نغير، مش هنقدر فعلا نوصل. والحاجه الثانيه، لو ما وحدناش نفسنا، لو ما ائتلفناش منا وبين بعض، لو ما وحدناش وجهتنا، لو على الاقل ما تعاوناش، لو على الاقل ما خبطناش في بعض.
لو على الاقل بقينا فعلا قلبنا على هدف واحد، على هدف واحد بنرجوه من الله سبحانه وتعالى. يعني انا لا اريد ان اطيل عليكم، لان يعني فضلت الدكتور ياسر جزاه الله خيرا يعني فصل في مسائل الاعتقاد والعقيدة اللي يجب انها تبقى جوه قلوبنا، والمعاني الاعتقادية اللي لازم تبقى جوه قلوبنا الوقتي. ازاي لازم يبقى الفرقان ده جوه قلبك؟ لازم الاول يبقى جواك الصورة واضحة في الفارق ما بين الحق والباطل. ويعني لا اريد ان اطيل عليكم اكثر من هذا. ربنا يسددكم ويحفظكم وينصر بكم الاسلام، وربنا يعني يرفعكم بالاسلام ويرفع الاسلام بكم، انه ولي ذلك والقادر عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله. كذلك ايضا نقول للشيخ الدكتور حازم شمان جزاك الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناته. ومع يعني مجموعة من الأسئلة نقدمها لفضيلة الشيخ ياسر حفظه الله تعالى، لأنها ربما تدور في أذهان كثير من المسلمين. أما السؤال الأول فيقول سائله: نود من فضيلتكم نصيحة لكل من تورط أو تلوثت يداه بدماء وأموال المصريين، سواء من الحكام والوزراء أو من أفراد الشعب، وما المخرج من أزمة في مصر الحالية؟ الله سبحانه وتعالى لم يغلق باب التوبة عن أحد. قال: عمن أشركوا بالله أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ وقال سبحانه وتعالى في من قتل أولياءه حرقا: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال الحسن: انظروا إلى هذا الكرم، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة. لذا نقول: الشمس لم تطلع من مغربها وأنتم لم تغرغروا، فاتقوا الله سبحانه وتعالى وتوبوا إليه واستغفروه. باب التوبة ما زال مفتوحا. قتل رجل 100 نفس معصومة ولم يحل بينه وبين التوبة، وحين مات لم يكن عمل خيرا قط، إلا أن الله عز وجل قدر أن تقبضه ملائكة الرحمة. اجتهدوا في رد الحقوق إلى أصحابها، من كان عليه قصاص فليسلم نفسه إلى أولياء القتيل، وإن كنا نرغب من ارتكب في حقه شيء ظلم أن يوطن نفسه على العفو. قال عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. من أخذ مالا من أموال المسلمين يجب عليه أن يردها، إن علم أصحابها أو ورثتهم وجب عليه أن يردها إليهم، وإن لم يعلم فليتصدق بها عنهم في مصالح المسلمين وفقرائهم. لا بد وأن يكون هناك منا تعاون في تخطي هذه الأزمة. أقول لكم: من أكثر ما أثر في الناس في حب الالتزام أكثر من المؤتمرات والكلمات معاونة الناس على قضاء حوائجهم. في أول الأحداث الطماطم وصلت 8 جنيه، الإخوة بذلوا مجهود وراحوا للغيطان مباشرة بدون وسائط وجابوا الطماطم بجنيه و75 قرش، وقلنا للناس هنبيع الطماطم كل واحد يشتري كيلو واحد بس يشتري حاجته اليومية. بقت الطوابير على الطماطم والبطاطس اللي الإخوة بيبيعوها بثمن رخيص، وكل الناس أقبلت على ذلك وحققت حققت الدعوة مكاسب على الأرض. بفرح جدا لما ألاقي إخوة واقفين ينظموا المرور عندنا في اسكندرية. ابحثوا عن خدمة الناس، ساعدوهم على طاعة الله عز وجل. في ناس مش قادرة تخرج تسأل الناس، في ناس مش قادرة تمد إيديها حتى تجد كفايتها. نريد أن نبحث عنهم، نريد أن نعلم الناس أننا جميعا يجب أن نلتزم بمصلحة البلاد، بمصلحة مجتمعنا،
يوم ما تلاقي واحد مخالف لحاجة ولا بيحاول ياخد يدفع رشوة لابد أن نزجره. حتى لما تلاقي واحد ماشي مخالف في المرور شاور له حتى بإيدك إن إحنا عايزين نكون ملتزمين، عايزين ننفع بعضنا بعضا، مخرجنا الحقيقي كما ذكرت في الصلة بالله سبحانه وتعالى في أن ندعو الله عز وجل. ربما دعوة تغير وجه الحياة في بلادنا، وحب بعضنا لبعض وتكاتف بعضنا مع بعض وتعاوننا في الخير. احفر لنفسك خندقك، دور لنفسك على دور، تأكد ان مشاركتك في الخير مع تعاونك على البر والتقوى مع اخوانك بإذن الله سيضاعف الله عز وجل الخير. ونسأل الله عز وجل أن يجعل بلادنا آمنة مطمئنة رخاء وسائر بلاد المسلمين. أنا مش عارف طبيعة الأسئلة تورياني كده، وخلينا نخلص عشان أنا مش فاهم قصده. ها؟ طيب ماشي. عشان خاطر يقول السائل: هل من الممكن الاتصال مع الاتجاهات الأخرى العاملة على الساحة في هذا الوضع الراهن من أجل المحافظة على هوية مصر الإسلامية؟ هو أنا بقالي قديم ما جيتش مركز بدر يا شيخ حمد؟ يا شيخ حمد بقالي كم سنة ما جيتش؟ بقالي كم سنة ما جيتش مركز بدر؟ تمنتاشر، بقالي 18 سنة ما جيتش المكان ده لأن أنا مش قادر أنزل. إذا كنا بننسق أثناء الأزمة مع من يصدون عن سبيل الله غصبا عننا، فكيف لا ننسق مع الاتجاهات الإسلامية الأخرى؟ لابد أن الجزء المتفق عليه ما زال جزءا كبيرا، ولابد أن نتعاون في هذا الجزء. فبإذن الله تبارك وتعالى لا شك أن هذا التنسيق بين الاتجاهات الإسلامية وبين الاتجاهات السلفية السلفية مع بعضها والسلفية وغير السلفية لابد وأن يعني يحدث إن شاء الله، وهو بإذن الله تبارك وتعالى يكون على ضوابط ما شرع الله عز وجل لنا من التعاون على البر والتقوى. فأبشروا إن شاء الله. هذا سؤال أخير لفضيلة الشيخ، وسؤال آخر للدكتور حازم شومان حفظه الله تعالى. قال القائل: قلتم فضيلتكم في محاضرة سابقة أن مصر ليست دولة إسلامية، ففهم البعض أنها دولة كافرة، فما الرد؟ استغفر الله. مسألة التصريح بأن مصر ليست دولة إسلامية كان حول سؤال حول أن الحكومة تريد سن قانون لجمع الزكاة، فمجمع البحوث الإسلامية رفض هذا القانون، وساعتها قلت جزاهم الله خيرا لأن مصر ليست دولة إسلامية، أعني أن الحكومة القائمة في هذا الوقت ليست الحكومة الإسلامية التي من سلطتها أن تجمع الزكاة، وليست التي تؤتمن على أموال الزكاة، ولا أعني، وأنا شرحت هذا مباشرة بعدها في الأسبوع الذي يليه لما فهم البعض أن هذا معناه أنني أكفر القائمين على الحكم بأعينهم. نحن هناك فرق بين أن نقول أن الحكم بغير ما أنزل الله على طريقة استبدال شرع الله عز وجل كفر أكبر، وبين أن أكفر المعين. وكما ذكرت دولة الحكومة المقصود بها حكومة ليست إسلامية، يعني لا تطبق الإسلام كشريعة، وليست مستأمنة على أموال الزكاة، وأظن أن هذا الكل يتفق معي الآن عليه. وليس أن معنى ذلك أن جميعهم قد خرجوا من الملة، بل أنا لا أكفر إلا من فعل الردة واستوفيت فيه الشروط وانتفت الموانع من خلال أهل العلم أو القضاء الشرعي، وأما قبل ذلك فحتى لو فعل أنواعا من الكفر لم يثبت عند أهل العلم أو عند القضاء الشرعي أنه قد قامت عليه الحجة، استوفيت الشروط وانتفت الموانع، فنحن لا نكفره. هذا قلناه في ذلك الوقت ونقوله الآن، وليس من خوف أن نقول خلافه،
لان اتقال في ساعتها انتوا بتقولوا كلام ده تقية ونحن لا نقوله تقية، نحن نقول هذا كلام انه اعتقادنا. نفرق بين تكفير النوع وتكفير المعين، لا نكفر المعين حتى تقوم عليه حجة تستوفى الشروط. قد يكون جاهلا، قد يكون متأولا، قد يكون مكرها، قد يكون مجنونا، قد يكون طفلا، ايا ما كان القضية لابد فيها من استفاء شروط انتفاء الموانع. وقلت ايضا في توضيح هذه المسألة لا يلزم ان ليست اسلامية ان معناها انها كافرة، لكنها لا تطبق النظام الاسلامي. للعلم لو حد عنده كتاب فقه السنة هيلاقي في كتاب في فقه الزكاة في فقه السنة نقل لفتوى الشيخ محمد رشيد رضا عن مسألة جمع الحكومات غير الإسلامية للزكاة، هيجد فيها نفس الكلام موجود في كتاب فقه السنة. وما ظنش حد قال ان كتاب فقه السنة متضمن لتكفير الحكومات، فهذه المسألة مسألة أخرى. لكن من يحكم بغير ما أنزل الله من جهة النوع على سبيل الإلزام بخلاف الشريعة هو من نوع الكفر الأكبر، فلان الفلاني لابد أن تستوفى الشروط وتنتفي الموانع. هناك سؤال هام نظرا لهذا الحادث العرض، وهو يعني حادث قرية أطفيح، يعني من الناحية الشرعية وتوصيفه، وكذلك دعوة بعض السلفيين على يعني صفحات الفيسبوك وغيرها لخروج يعني السلفيين على وجه التحديد وغيرهم من المسلمين لمظاهرة أو ثورة مليونية سلمية من أجل يعني فك أسر يعني أختنا كاميليا شحاتة وغيرها. ويضاف إلى ذلك هل ثورة 25 يناير خروج على الحكام أم ماذا؟ أصل أخو اللي أنا مش عاوز أطول هذا. قلتهم لي واحد واحد عشان ما ننساش. فأما بالنسبة لموضوع الطفيح أنا ذكرت في الكلمة إن هذا الأمر نحن لم نأمر يعني هدم الكنيسة، ولم يشارك الإخوة في ذلك في الحقيقة، إلا أن شباب القرية الغاضب لما وجد ملفات أسماء بنات القرية وأسماء أولاد القرية في أوراق فيها سحر حصل لهم من رد الفعل العنيف جدا الذي أدى إلى هدم الكنيسة. ونحن نطالب كما ذكرت باستمرار العيش في تسامح وسلام لمصلحة البلاد. ويعني هذه المسألة ليست على حقوق المسلمين. ونطالب أيضا، ونحن كنا يعني كان الإخوة هم الذين يعني أقروا الوقفات الاحتجاجية، وشارك شباب السلفيين في الوقفات الاحتجاجية من أجل الأخت كاميليا شحاتة، نسأل الله أن يفك أسرها وأسر سائر المسلمين والمسلمات المأسورين. ونقول أن هذا الأمر في الحقيقة حصل فيه وعد من رئيس الوزراء الشيخ علي العزازي ومن كان معه، ونحن نريد إعطاء الفرصة لرئيس الوزراء، وهو رجل يعني يزكيه الكثيرون بأنه فعلا رجل نظيف اليد وشريف وليس معاديا للإسلام والمسلمين، بل فيه خير كثير. لذلك نرى أنه لابد أن يعطى الفرصة، ونحن نعلم أنه في ظروف صعبة للغاية. ولذلك مسألة كثرة المظاهرات بهذه الطريقة نحن نرى أن يجعل الأمر للجنة المحامين المدافعين عن الأخت في القضية، وإذا طلبوا شيئا فعلناه، لكن إذا لم يطلبوا وطلبوا الانتظار إلى موعد 29 يناير، فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم في صلح الحديبية للمصلحة الراجحة قد قبل أن يرد سهيل ابن أبي جندل، قد يرد أنه قبل أن يرد أسرى من أسرى المسلمين حتى ينفذ الصلح حتى تتحقق المصلحة، وقال سيجعل الله لهم فرجا. نسأل الله أن يجعل لهم ولهن فرجا. ولا شك أن هذا الأمر أمر شديد على أنفسنا، وأن تكون أخت مسلمة تتعرض لمثل هذا الأمر أو تخرج فتقول أنها اختارت غير هذه الملة، ولكن نقول أن هذا الأمر لن نتركه إن شاء الله، ولكن نريد أن نتعامل بأسلوب لا يؤدي إلى التدمير للبلاد. لا نريد أن يحصل نوع من الهياج
الذي لا يعني يحسن حساب عواقبه. وهناك فرصة نرى أنه إذا طالما طلب المحامون المدافعون عنها مراعتها فلذلك نرى هذه المسألة. مسألة يعني ثورة 25 يناير لم ترفع سلاحا، هل هي خروج على الحاكم أم لا؟ يقول أولا حتى إنما تثبت ولاية الحاكم الشرعية لا الواقعية فقط، هناك في أمر واقعي أنه يتولى الأمر، وهناك أمر شرعي أن هذا عبادة وديانة، تثبت ولاية الحاكم بإقامة الدين في الجملة وسياسة الدنيا بالدين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله. وهم لم يرفعوا سلاحا في وجهه لكن طلبوه بالرحيل واستجاب في النهاية. وهذا الأمر كما ذكرنا لا تثبت ولاية لمن لا يقيم الدين أصلا ولا يجعلها من ضمن مهامه ولا يسوس الدنيا بالدين. إقامة الدين إقامة الإسلام والإيمان والإحسان، إقامته في الناس ما أقاموا فيكم الصلاة، يقودكم بكتاب الله، وليس أي تغلب. تغلب يترتب عليه في الجملة إقامة الدين، لا نعني إقامته كاملا بحذافيره، لا، قد يوجد ظلم قد يوجد فساد، ولكن تكون مصلحة إقامة الدين أكثر من المفاسد الموجودة من المعاصي والذنوب. يبقى عمله في الصلاح أكثر من الفساد، وإلا لو زاد الفساد حتى صار هناك فساد أكبر من الصلاح فإن ذلك إذا أمكن إزالته وإقامة عدل مكانه وجب ذلك. قال ولو بالخروج عليه كما قال الإمام الجويني رحمه الله، إذا جار والي الوقت وظهر ظلمه وغشمه ولم ينزجر حين زجر عن سوء صنيعه جاز لأهل الحل والعقد التواطؤ على خلعه ولو بشهر أسلحة ونصب الحروب. قال النووي رحمه الله في التعليق على كلامه، وهذا الذي ذكره من شهر الأسلحة ونصب الحروب غريب، إلا أنه محمول على ما إذا خيفت مفسدة أكبر. فالقضية كما ذكرها شيخ الإسلام تيمية أيضا في كتاب السياسة الشرعية أن ذلك مبني على مراعاة المصالح والمفاسد. وهذا الأمر هو الذي جعل طوائف من أهل العلم من المتقدمين يخرج، ولم يكن ذلك عن عقيدة الخوارج. هناك فرق بين الخروج على الحاكم وبين عقيدة الخوارج، وإلا فلم يقل أحد قط أن طلحة والزبير وقد قاتلوا عليا رضي الله عنه أو وقفوا مستعدين لقتاله، وعائشة رضي الله عنها كانت أيضا في الصف الآخر مع أنها خرجت للصلح، لكن تطورت الأحداث حتى وقع القتال. لم يقل عنهم أحد خوارج، ولم يقل أحد عن معاوية وعمر بن العاص أنهم خوارج، وقد قاتلوا عليا في صفين وهو أمير المؤمنين القائم بالدين بالفعل. مسألة الخروج يكون باغيا على الإمام العادل، وأما إذا كان الإمام مسلما ظالما وعنده مفاسد لكن إقامته للدين أعظم، فمن خرج عليه كان آثما، ولكن لا يجوز أن يقاتله حتى يزيل المظلمة، لأن الله عز وجل قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل والإقسط. فأمر أولا بالإصلاح. إذن لا يجوز للحاكم المسلم أن يقاتل من خرج عليه حتى يزيل المظلمة التي ذكرها، وإن كان لا يجوز للمظلوم أو لمن وقع عليه يعني ظلم أن يبادر بالخروج على حاكم مسلم، مصلحة بقائه أعظم من المفاسد الموجودة. لكن إذا زادت المفسدة، ومثل ما يقع مثلا في ليبيا، المتصور أنه لو تمكن هذا الرجل لأباد شعبه، ولا يمكن أن يتصور الآن إلا أن يستمروا حتى يزيلوه ما استطاعوا، وإلا فهم مقتولون. إذا يعني أنهم إذا ترك هذا الرجل سيبيد هؤلاء جميعا، ويعني ده مجرد أن هم الناس محافظون على السمت الإسلامي. حتى الشيخ حازم يقول على دولة إسلامية، ومن لسه ما عرفوش دولة إسلامية، ده الحكاية مجرد محافظة على هيئة إسلامية، ما فيش ليبراليين كفاية في ليبيا،
ولكن الغرب سايبه يفتك بهم لأجل أنهم يعني ليس لهم التوجه الليبرالي والعلماني. فنسأل الله أن يعافيهم، لكننا لا نستطيع أن نقول لهم توقفوا الآن أو ندع حاكم شرعي. قطعا ويقينا لا يمكن أن يكون حاكما شرعيا، هذا كلام في منتهى الفساد. فلذلك نقول قضية الخروج دي قضية مبنية على مصلحة ومفسدة. هناك خلط خطير جدا لدى الكثيرين بين عقيدة الخوارج التي تكفر بالذنب وبين مسألة الخروج. الحسين لم يكن من الخوارج وقد خرج على يزيد، ومن كان من سعيد بن جبير لم يكن من الخوارج وقد خرج مع ابن الأشعث وظل فارا من الحجاج 20 سنة، وظل مصرا على يعني موقفه وأبى أن يقبل يعني أن يعتذر للحجاج بعد 20 سنة. فهذه قضية أخرى. الإمام أحمد يقول قتل الحجاج سعيد بن جبير وما على ظهر الأرض أحد إلا وهو يحتاج إلى علمه. دي مسألة غير المسألة دي. الخوارج عقيدة فاسدة في تكفير المسلمين وسفك دمائهم، تكفيرهم بالذنب، وليس أن الشركيات إذا وقعت إذا أنكرت يقول أن هذا من الخوارج يكفر. ده التهمة التي وجه بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ الإسلام التيمية حين أوضحوا قضايا التوحيد والشرك. لذلك نقول أحداث 25 يناير أولا لم يكن فيها قتال، إنما كان الناس بمطالب سلمية ليس فيها إلا أن طلبوا منه أن يتنحى حتى استجاب لهم. وده أمر ليس في الحقيقة فيه ما يستنكر. ولو كان هناك يعني مسألة حصل قتال فلا بد من النظر فيما الناس مدفوعون إليه من الصلاح والفساد، وهذا الأمر يقدر بنظر أهل العلم. ولذلك لا أجد يعني إلا قلة لا تذكر ولا تعتبر، لا ينبغي أن تنسب إلى أهل العلم، لا أجد إلا عامة المطلعين على أحوال الوضع في ليبيا إلا ويقرون الخروج على هذا الرجل القذافي لما ارتكب. وكما ذكرت قضية الخروج قضية مبنية على ثبوت الحكم الشرعي، ثم على القدرة والعجز، ثم على المصلحة والمفسدة. ثلاث مسائل لابد من اتضاحها. اللي حصل في 25 يناير كان نوعا من المطالبة بالتنحي لحاكم لم تثبت له ولاية شرعية. ما بنقولش الكلام ده من دلوقتي والله، بنقوله قبل ذلك. لم تثبت له ولاية شرعية لأنه لم يقد الناس بكتاب الله. قضية كفره من إسلامه نحن ما زلنا نقول لابد من استفاة الشروط وانتفاء الموانع، مش عشان هو سقط أصبح كافر طاغوت وقبل كده كان ولي أمر، لا، ما زال مسألة التكفير للمعين مبنية على استفاء الشروط وانتفاء الموانع. الله أعلم هل عنده عذر أنا لم أجلس معه، وما أعلم أحدا جلس معه من المشايخ. على أي الأحوال المسألة فيها اجتهاد بعد ذلك. صدام حسين آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى، جعل خاتمته كلمة لا إله إلا الله، وعلمنا بعد ذلك أن بعض أهل العلم هو الذي نصحه بأن لا تطبق الشريعة الآن لأن ذلك يؤدي إلى احتلال البلاد. الله أعلم، أنا لا أدري صحة هذا من عدمه، حتى ولو كان بعض أهل العلم متأولا أن ذلك خطأ بلا شك لأن الرجل كان متمكنا. على أي الأحوال نقول هذا على الأقل يقدح في الجرأة على التكفير، لكن المسألة مبنية كما ذكرت على مراعاة المصالح والمفاسد، على القدرة والعجز، على ثبوت الولاية حتى يقال خرجوا عليه. وأهم مسألة الخروج على الحكام حتى ولو كانوا كفارا، إذا كان هناك عجز أو حصول مفاسد أكثر إلى لا يجوز هذا الأمر، لأنه يؤدي إلى سفك دماء المسلمين بغير حق. الذي حدث بلا شك خسائر قليلة بتحقيق مكاسب عظيمة من زوال نظام فاسد زاد ظلمه وغشمه ولم ينزجر حين زجر عن سوء صنيعه. وكان يعني آخر فقرات هذا الحفل وهذا المؤتمر وهذا المحفل الرائع الماتع هو بيان الدعوة السلفية بشأن الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وهو أمر مهم جدا وهو آخر فقرات هذا البرنامج. ولكننا ما زلنا نؤكد على المسلك التربوي الذي نريده عنوانا لهذا اللقاء، نريد أن يخرج الشيخ والدكتور ويمر بسلام دون مزاحمة أو يعني مدافعة. تحث الدعوة جموع الشعب المصري عامة وأبنائها خاصة على المشاركة والتصويت بالموافقة على التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء بتاريخ 14/2 1432 هجرية، الموافق 19/3
سنة 2011 ميلادية، وذلك بناء على أن في هذه المشاركة الإيجابية إعمالا لما تقرر في الشرع الشريف منا للسعي في تحصيل المصالح وتقليل المفاسد قدر الإمكان، والله من وراء القصد. إن الدعوة السلفية رغم يقينها بأن الإصلاح الحقيقي هو الالتزام الكامل بشرع الله المتضمن لكل خير والناهي عن كل شر، تبني موقفها من التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء على النقاط الآتية. تضمنت التعديلات إيجابية كبرى في عدم التعرض للمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن دين الدولة هو الإسلام وعلى مرجعية الشريعة الإسلامية، رغم وجود أصوات عدة منذ بداية الثورة لتعديلها، ولا نشك أن حملة الدعوة لعدم المساس بها كان لها كبير الأثر في عدم التعرض لها. وإن كنا ننبه على أن إضافة المادة 189 مكرر الخاصة بإعداد مشروع دستور جديد من خلال جمعية تأسيسية منتخبة من أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين قد يطرح من خلالها تعديل هذه المادة، ومن أجل ذلك كان تحفظنا عليها، فإننا نعلن استمرار حملة التوعية بحقيقة التعديلات التي يطالب بها البعض من إلغاء هذه المادة، بما يجعل الشريعة الإسلامية في المرتبة الأخيرة كمصدر للتشريع أو تعديلها، حيث يجعلها مساوية لغيرها من مصادر تشريع أخرى. وكل هذا يتعارض مع عقيدة كل مسلم المأخوذ من القرآن الكريم إن الحكم إلا لله، وقوله تعالى من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وخلاصة القول لكل ما سبق، تطلب الدعوة السلفية من جموع الشعب المصري عامة وأبناء الدعوة خاصة المشاركة في هذا الاستفتاء كخطوة أولى نحو مشاركة سياسية فعالة وإيجابية، ونرى أن إيجابيات التعديلات أكبر من سلبياتها، فنرى الموافقة عليها مع تحفظنا على أي احتمال لتغيير المادة الثانية في المستقبل من قبل الجمعيات التأسيسية التي ستنتخب. وأما بالنسبة إلى باقي أوجه المشاركة السياسية فلا تزال مطروحة للبحث والمشاورة بين أهل العلم والدعاء. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يهيئ لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وأن يولي أمورنا خيارنا ولا يولي أمورنا شرارنا، وأن يجعل ولايتنا في من خافه واتقاه. هذا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. واستغلالا لهذا الجمع في لعل أحدا فينا يكون مستجاب الدعوة، ندعو الله سبحانه وتعالى لشعب مصر وشعب ليبيا وشعوب المسلمين جميعا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بلادنا آمنة مطمئنة رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إلى الحق. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في ليبيا وفي كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك والدعاة إليك في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر على الكافرين والمنافقين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب سريع الحساب، اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وانصرنا على عدوك وعدونا، واهدنا سبل السلام، واخرجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم فرج كرب المكروبين في مصر وليبيا وفي اليمن وفي كل مكان. اللهم احفظ بلاد المسلمين من شر الكافرين والمنافقين وأهل البدع والضلال. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين،
اللهم هيئ لأمتنا أمر رشد، اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولوالدينا ولأهلينا وأزواجنا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا، وأن يشفي مرضانا جميعا، وأن يرحم موتانا جميعا، وأن يهدينا سواء السبيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله ورسوله.